أهلا وسهلا بكم شخصكم الكريم في هذه الولاية المليارة. سيد رئيس المجلس الشعبي الولائي، سيد المحترم، سيد الخاصية الذي نطرحها له، سيد ريف يعني عميد الجامعة ورئيس الجامعة ومدير الجامعة. أنا كان يحلمني دائما في الماضي أن نكون رؤساء الجامعة يعني أحسن، ولكن نحن نتبع ما هو سمي في النصوص التنظيمية والنصوص الشرعية. سيد رئيس المجلس الشعبي في بلدي تبنى الذي أحضر وقتي كذلك ضيوفنا مع السيد الأمين العام في المحافظة سامي اللغة الأمازيغية، قلت أني أرحب بكم في ولاية بلدنا. حضور كريم من أساتذة وجهين، من طلبة عزاء، من حضور كريم، وبدون أن ننسى الأسرة الإعلامية التي دائما وأبدا كانت حاضرة معنا. إذا اليوم أنه من إعزاز وافتخار أن أحضر معكم اليوم، لأن في البارحة هدموني إلى أنا لا أمشي كلمة وحدي في طاري. إذا يعني أشكرك يعني نوع اليهودي رئيس الجامعة، يعني أظن حتى كلمة الوالدي ولفتها منطق علمية، ولكن إن شاء الله على كل سبب نقص حاجة من ناحية هذا، فالمقدمة دائما يعني نعرفنا المهم هو العمل. هو النشاط، هو يعني الإرادة، العزيمة، يعني الاقتراب من المواطن، هذا هو الشيء الذي يعني يهمنا، والنجاح في كل ما هو يعني توصل إليه الإدارة الجزائرية. الحقيقة حقيقة الدولة الجزائرية يعني توقع إمكانيات عبر هذا الخط، خاصة بالوسائل المالية، ولكن الإدارة لازم تتبع كل ما هو يعني يعطى لها من قرارات سيادية وتطبقها في الميدان، لأن أهل الإدارة الموالي واللي حاليا يعني معنا فيهاكم يعني دروس المرسوم الأخير ما أصبحش برك ممثل للدولة، لي با يكون ديبوزيتير دو لوتوريتي دو ليتا، هو ملتمي بيني غوفرنمون مندوب الحكومة. هذا شيء مهم جدا ان شاء الله، نتمنى ان شاء الله التطبيق يكون يعني تطبيق عادي، تطبيق مميز، وخاصة بما اننا نتواجد في ولاية حقيقة عريقة تاريخية ولكن اجتماعية، ولكن لديها 61 بلدية. يجب علينا من الواجب إلزاميا أن نعتني بكل البلديات، وليس فقط حتى بلدنا تشكي، ولكن ما نروحوش بلدنا وما نتنساو وما ننساو كل البلديات الأخرى بما يعني تحتوي من مغاشر. عندنا واحد 2000 سياسات زاديتي تماكاتيني سي بليس كو لاخر 2000 خير تشكي. هنا في ولايه بلدنا بعد واحد هذه الدرمون لازم انا يعني ما نحلاش البلديه تاع مسكره، هذه يعني يقدر يتوقع الانسان في كوسات كنت مع سي بدومي قلت له الصدر ماشي بكل قواك تبش واللي معاك ملوكيش لوعة الا بس لانها الشيء اللي يؤلمني ساعات نشوف الناس عندهم مشاكل تاع 94 حتى يحبوا يخرجوها اليوم، لا تكون صعبة، لازم كل مشروع كيجي يروح يجلس في وقته، كل مشروع اللي يتحط في سكة لازم يوصل مبتدأ شكون وشكون يسكن فيه اللي هي منطقتنا، مناطقنا في كل المجالات الخيرية. اللغة الأمازيغية هي مبني هي مستوى. وانا دائما كنت في ولايه يعني مش القبائل هذه غلطه، الامازيغيه تاع كل جزائري كان واحد من
لم يهرب وقتلوا واحد من الشغل العربية نسوها تنسرها. لو كان مثلا الفرنسي، الفرنسي كنت اللغة الفرنسية في دوحة سيما مليحة سي توجو بون من تعالى اللغة القومية لماذا نقول كنا نطلبوا العلم منذ القيادة حنا ولدينا في الحرمة قال لك نطلبوا العلم قلت له بالسين قال لي لا بالسين لأنها هي لغة أعقد لغة في العالم. إذا الجزائر ما تكون في الصين قولوا نطلبوا العلم في الجزائر لا بالسين اللغة الصينية وهذا هو يعني الأمور اللي لازمنا حنا في الحقيقة قلنا شو لاحظ أترك يجاوب لأكون له احترام وتقدير حنا كبلد الجزائر لأن الديمقراطية الشيخية هي ماهوش حليف وشريك حنا شركاء شركاء الاقتصاد التجارة إلى آخره ولكن لازمنا نتعلموا اللغات. أنا فرحت بزاف اللي شفت البنت في اثناء وجبة الغداء غنات بتركيا الكبر بحر وانا انسان شوف بزاف يعني بعد ما شوف شكل ما بحرش شوف صغير وكبير هما توجي بلو ريبورتا يصور هذه الصورة تاع البنت هذيك من هذا تبان هذا ماشي مشى بصح عندها قوة هذيك وصلت وصدق وراء البحار والتركي منها إلى أوروبا كتب منها إلى أوروبا الغربية أوروبا الوسطى أوروبا الشرقية. إذن شوفوا شحال قيمة تاع الإنسان على ذي الطب في بلدنا ما تحتويش باش نهضر أنا ولادي ما نخليهمش شيء أوروبا تطلع فيها نقرا مليح هو ديال المعتقدة الفرنسية وكاين يلوموا فيها قرأوا ولادي لغات أخرى اللغات الأخرى لو كان جينا بعد قليل لغات أخرى يكون هذا اللغة تاعهم وهم كذلك ثاني هما هما ثاني كيف حنا بدنا كون نزرع في هالشيء حاسب الشباب تاعنا وأنا رئيس ذلك للأسف صحفية ما تدخلوش تاريخ اللي تطيح علينا لا للأسف يعني القنوات هذه اللي كانت تقدر تعقل لنا بزاف ماهوش انا اللي نقص فيكم لا ابدا ولكن حقونا الكرم مخطوبة حقوش الكوريسبوندون ديال معها سماها كبيرة بدا بلا تصور بدا بلا تصور شو الوقت قدروا بالك ما تطيحوش ديريكتومون الكوريسبوندون ديال جيربان ديريكتور ديال مورال مي هي يحتاجوها مثلا اليوم كذلك إذا نهار درنا الباكالوريا وصحوا لي سي عزار من فضلك اسمح لي على بالي مش أوتر لا رونداسا درنا هذه ثاني وهذه سنة اسمه تاير أتمنى يجيو يصوروا لنا ولادنا تاع الباكالوريا حافزين على الباكالوريا حافزين على شهادة المتوسط الأخرى عند محات ويشوفوا كيف كانوا ممتازين ممتازين عطينا لهم فرصة برك قلت لها هاو اللي هو ماشي فيديو الفاير جبت لي جبت لي طليانية ومن بعد الحاجة الإسبانيولية ومن بعد الروسية إما فهمنا السيد الوالد اللي يتبنى سيد كل مسؤول على هذه الكلمة الترحيبية شكرا لك يا سيدي ونسعد الآن ونتشرف بإعادة الكلمة والاستماع لمداخلة السيد أمين العام في المحافظة السامية للمنزلية السيد سيد هاشمي عصار فليتفضل المشكور إذا مداخلته ستكون حول مستجدات اللغة المنزلية في قطاع التربية التعليم العالي والاتصال فأهلا وسهلا بك سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم الزوج الطالب الاول سلطه الطعام ابن الزام من السويس حاج الخضر اثناء سيد ولي بيت اثناء اخ الفضل زوج الفقه السيد رئيس مجلس الشعب الولائي الاخ الفاضل عبد السلام بن
رئيس جامعة أدنى واحد، سيدة السادة مغلان عمداء كلية جامعة أدنى، سيد رئيس بلدية أدنى، سيدة السادة أساتذة جامعة أدنى واحد، بلدي وأبناء الطلبة، أسرة إعلامية، إتيكتنا ونوري ديراسيون دامبرام، si seulement nous savons d'imiter nos âmes, il y a des âmes avec lesquelles c'est de vivre une volée de Batna. Après le Razia Ar-Aman, il a volé de Batna, Mahata Oula, Aratoua Al-Kafoul, qui jamais a fait un jour de Batna Wahad. Les chefs qui ont été à la Massa de Tatoroui, nous l'ont fait pour Batash, pour mort, qui est à Tatoroui. Mais il faut s'y aller درجة الوحدة المنزلية في الجامعة، الحمد لله نقول بدنا نجحت في هذا في هذه العملية بالتنسيق وبمرافقة تاع المحافظة السامية المنزلية. هذه الزيارة العملية وهي بدنا قلت محطة في الجامعة، ولكن مع لحظة قوية ومهمة هي تحييد اتفاقية إطار أبرمت في 2014. التحليل معنا افتح تفاق شراكة مع الشريك اللي هي جامعة دجنة للأساتذة وبالطبع للطلبة طلبة معهد اللغة والثقافة المنزلية نفتح صنفارة بيوت لوكيل اسمها بما تسجل تثليك المنزل في تموت من الزاير وكذا اسم المازن وكذا المازن من تثليك المنزل من تبادل المحطة الثانية مع سلطات محلية مع ولاية بدنا زيارة ومعاينة مجهود دفاع الطبية كمحطة ثانية إن شاء الله تكون غدوة مع مدير الطبية لأيضا معاينة مجهود قطاع الطبية فيما يخص درجة المزرية في منظومة الطبية الوطنية وكذلك قطاع الاتصال بالمحطة الثالثة لأن أردت أن تكون أيضا لحظة تقييم كل هذا المسار التطوري مع رجال الإعلام في يعني لقاء صحفي يكون مع الصحافة على المستوى المحلي. أردت أن أتكلم اليوم معكم فيما يخص يعني مستجدات لفت ادريس اللغه المزيريه، اريد ان اقدم يعني بعض الخطوط العريضه لاستراتيجيه المحافظه الساميه المزيريه على المستوى الوطني وبالطبع على مستوى ولايه بدنا. ان نتقاسم معكم هذه المعطيات وان تكون في صوره فيما يخص مجهود مجهودات الدوله فيما يخص البعد الاكاديمي، ولكن وهي ترجمه البعد الوطني في كل الولايات. تواجدنا في 58 ولاية، كل نشاط باش نكفلوا بإشكالية معينة، ومسعانا هو أن نقوم بعمل في إطار مؤسسة عمل هذه برؤية واقعية، وكذلك منهج المحافظة هو الامتثال للقانون الأولي هو الدستور، بمعنى أولا تكريس الصفة الرسمية الدستورية للأمازيغية من خلال تحديد سبل إدماجها وإدراجها في منظومة التربية الوطنية ومنظومة الاتصال، لأن المرسوم للمؤسس للمحافظة هو عنده ثلاثة مهام أساسية: إدراج اللغة الأمازيغية في منظومة التربية الوطنية، منظومة الاتصال، وكذلك إعادة الاعتبار للغة والثقافة الأمازيغية. إذا المحافظة تتعامل بمبدأ لا مساس بعناصر مكونة للشخصية الجزائرية وهي الثلاثية الدستورية أي الإسلام العربية والأمازيغية. محور المحافظة في برنامجها الاستراتيجي هو العمل الميداني من خلال تواصل من خلال عمل تحسيسي في عديد من مناطق الوطن. لماذا نقوم بعمل ميداني لجمع معطيات اللغة الأمازيغية كنوع لساني دراسة حقيقة في الميدان؟ حوالي 14 لسان أمازيغي متواجد في كل مناطق الوطن. إذا الأمازيغية بخير، ولكن هذا يفرض علينا، نتكلم خاصة للأساتذة والطلبة،
باش يخرجوا الى الميدان بمرافقه المحافظه الساميه المزاريه لجمع معطيات نسميه كنز اللغه. كنز اللغه كمعطيات تدون كمعطيات نتحاسبها مع كل المعنيين. وكنت اتكلم مع السيد رئيس الجامعه يعني الحين تاع الاتفاقيه لاعطيه الفرصه للطلبه خاصه الدكتوراه اللي مسجلين في الدكتوراه باش يديروا اعمال ميدانيه حول مواضيع جديده في مختلف مناطق الوطن بفضل مرافقه المحافظه الساميه المزريه. وغير التدريس المزريه في يعني في بعض النقاط برك ان هناك انتقال نوعي فيما يخص توسيع نطاق المزريه. كان في 11 ولايه في سنه 2014 انتقلنا الى 40 ولايه، ولكن من حيث تعداد تدريس اللغه حيث تعداد الاساتذه يعني توفير المناصب هناك قفزه نوعيه اكثر يعني 583.33% يعني زياده معتبره ومهمه جدا. هذا من حيث مجهودات قطاع التربيه فيما يخص تدريس اللغه الامازيغيه من خير من حيث تخصيص مناصب ماليه لتدريس اللغه الامازيغيه. وهذه يعني من 2014 الى غايه الدخول المدرسي 2021-22. كذلك فيما يخص وضعيه التدريس في ولايه باتنا يعني عينا ان المدرسه في ولايه باتنا احتضنت ايضا اللغه الامازيغيه. بالطبع هناك مشاكل بيداغوجية في بعض بلديات ولايه باتنا، ولكن بصفه عامه هناك مسار تطور ايضا فيما يخص تدريس اللغه الامازيغيه. اذكر على سبيل المثال في انطلاقه تدريس اللغه الامازيغيه في 2006 كان 42 استاذ وانتقل التعداد الى 21 استاذ عفوا الى 215 استاذ يعني اطروا تجربه لعمليه تدريس اللغه الامازيغيه. حصيله عمليه تقدير الطلبه في اطوار ليسانس الماستر والدكتوراه على مستوى معهد اللغه والثقافه ايضا يعني تجربه ناجحه ورائده، ومن ضمن الاحصائيات اللي كانت على مستوى المحافظه تتاكد يعني جبناها في الميدان في اطار زياره العمل السنه الفارقه. ونقوم بمناسبة هذه الزيارة بتحيين هذه المعطيات أن التعداد يزداد من حيث عدد المسجلين في كل الأطوار يعني ليسانس ماستر دكتوراه إلى آخره، وكذلك التأطير الأساتذة. تعداد تاع مراحل التدريس الأمازيغي في منظومة التربية أيضا عملنا إحصائيات وهي إحصائيات في تطور مستمر. مساعي المحافظة حاليا في انطلاقة هذه السنة هو تحيين بعض النصوص وخاصة فيما يخص يعني القانون التوجيهي للمدرسة. نتكلم عن يعني لا تجانس بين القانون التوجيهي للمدرسة والدستور. إذا مسعى المحافظة هو تقديم اقتراحات إلى الجهات العليا للدولة فيما يخص تحيين النصوص وخاصة القانون التوجيهي للمدرسة. واطرنا هذه المرافقه من خلال تقديم وثيقه مرجعيه تحت عنوان التاثير السياسي والمنهجي لتعليم تماسيح افاق 2038 كيف يمكن ان تتطور الامازيغيه وتتواجد في كل مدارس الجمهوريه. كذلك في شق محور استراتيجي تاع المحافظه هناك اقتراحات في هذه السنة كإجراءات أولا لتحسين التكفل الأحسن لعملية التعميم التدريجي. درجنا 8 نقاط أساسية قدمناها للشركة اللي هي وزارة التربية الوطنية من حيث تحيين المنشورات الوزارية، من حيث تفعيل إجراءات ل يعني محاربة عملية العزوف اللي لاحظناها في بعض الولايات وحتى في ولاية باتنا في بعض البلدات، مثلا رفع معامل تدريس اللغة الأمازيغية وهذه
إجراءات في انتظار تعديل القانون التشريعي للمدرسة. من بين النقاط الأساسية في البرنامج الجديد على سنة 2022 عندنا عملية المرافقة لكل المعنيين بتقية اللغة الأمازيغية، ونتكلم على الصحفيين اللي يمارسوا اللغة الأمازيغية اللي راهم في مستوى 20 إذاعة، راهم على مستوى وكالة الأنباء الجزائرية، على مستوى التلفزيون الجزائري. دمنا محور أساسي التكوين، منتديات تكوينية، كذلك ملتقيات أكاديمية. في هذه السنة عندنا أيضا زيارة ميدانية ومرافقة، وكان لي يعني أن أدرجت في هذه السنة عديد من الولايات وخاصة الولايات الجديدة، من بينها أيضا ولاية بتنا، لأنها هناك عمل جبار يدرج منذ سنوات. كذلك تنظيم الدورة الثالثة لجائزة رئيس الجمهورية، وأيضا تظاهرة كبرى، الدورة الثانية لتظاهرة ثقافية علمية الجزائر في القدم. إطلاق المنصة الرقمية للمصطلحات الإعلامية بالأمازيغية لرسومة الأمسا، وهي آلية جديدة للتواصل بكل المتغيرات اللسانية المتداولة عبر التراب الوطني، يوظفها الصحفي لراعى المستوى الإذاعي. كذلك حضور المحافظة السامية للأمازيغية في موضوع الأسبوع المقبل إن شاء الله في صالون دولي للكتاب. عندنا حضور مميز هذه السنة بإصدارات جديدة، 27 عنوان. هذا مجهود كبير، مجهود الدولة في تثمين الإبداع باللغة الأمازيغية. كي تكلم كاين إصدارات بكل المتغيرات، بالشوية، بالبلية، بالتربية، بالكورنجي إلى آخره، إصدارات ذات قيمة علمية تفيد الطلبة، وأدعو الطلبة والجامعات وأطر خرجة إلى صالون دولي للكتاب لاقتناء الكتب، وان نقوم ايضا بعمليات اهداء عينه من اصدارات المحافظه لطلبه بابنا ان شاء الله. برنامج سنه جديده، برنامج النشر، عندنا اقتراحات من كل مناطق الوطن، ونسعى الى التكفل بها من حيث اعداد الميزانيه، وايضا خاصه الصيغه الجديده اللي هي صيغه النشر المشترك. لان مرينا بمرحله وين الكتاب الامازيغي يوزع مجانا، لكن الحمد لله مرحله ثانيه الكتاب الامازيغي راه في اطار شبكه توزيع يباع، وهذا مهم جدا بالنسبه للكتاب، مهم جدا بالنسبه لنقطه مهمه هي حمايه الملكيه الفكريه. تنفيذ البرنامج الزيارات الرسميه تاع المحافظه هذه السنه، الهدف المنشود وقصدنا الاولويات الولايات الجديده، ولايات العشره، لان هناك عمل في الميدان، عمل تواصلي مع المناطق هذه اللي هي مناطق ايضا تتواجد فيها اللغه الامازيغيه، واكثر من هذا هناك طلب من طرف سكان هذه المناطق. وكان اخر نشاط كبير نظمته المحافظه والاحتفال باليوم الدولي للغه الام والاسبوع اللغات الافريقيه في بلديه ايكلي بولايه بن عباس، ولاية جديدة. مبادرة استقبال أيضا كمبادرة سياسية من طرف المحافظة السامية الأمازيغية على بعد، أيضا مهم جدا. قدمنا الدعوات إلى رؤساء الكتل البرلمانية ورؤساء لجان في البرلمان باش يكونوا على دراية بمجهودات الدولة فيما يخص ترقية اللغة والثقافة الأمازيغية، والتقرب من الفضاءات التي هي على مستوى المحافظة، والدعوة أيضا للطلبة. نحن على مستوى المحافظة هناك فضاء كبير، خزان تاع كتب اللغة الأمازيغية، أخبار مخطوطات تاع قواميس، وهي في متناول الجميع. تنشيط مشروع إنشاء جريدة عمومية ناطقة بها